هذا أبو عبد العزيز يقول: يا شيخ، نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد، ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد. أنكر البعض وقالوا بأن الصلاة الأولى فرض كفاية والثانية سنة، وأنتم حرمتم الأموات من الأجر، فهل نصلي أم لا، مع العلم بأننا لا نستطيع الذهاب للمسجد؟ الأولى أن تصلوا مع الناس على الجنازة ليكثر المصلون عليها وتدعو لها مع المسلمين، هذا هو الأولى. وإذا كان ما يمكنكم هذا، صليتم عليها حسب استطاعتكم، فلا بأس بذلك، ولا مانع أن تكرر الصلاة على الجنازة، لأن هذا من زيادة الخير وزيادة الدعاء. أما من لم يصلي عليها فيصلي عليها في المسجد، في المقبرة، على القبر، حسب ما يتيسر له. نعم.